أما لماذا تهنئة النصارى بعيد القيامة حرام؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن تقصد عيد القيامة ولا الكريسماس؟ ما أدري أنا وما الكريسماس وعيد القيامة. على أي حال، هناك أعياد للنصارى تخالف شريعتنا وتخالف كتاب ربنا وسنة نبينا. من ذلك مثلا عيد القيامة كما يسمونه، فيزعمون أن المسيح قتل يوم صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد، فيصنعون عيدا للقيامة. وفي كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإذا كانت التهنئة إقرارا على باطل فلا تجوز، وما سوى ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تهنئة، والله أعلم.